يقدم الجائزة السيد وزير السياحة والصناعة التقليدية تحت تحيتكم مرة أخرى من فضلكم. لإسلام بن عثمان، والمميز في إسلام أنه يشتغل في مجال بعيد عن الصناعة التقليدية والحرف، لكن هذا المجال هو مجال يسكن أكيد كل جزائري محب مستعملة وسائل تقليدية 100% وطبيعية، وشاركت بقلة ومجموعة أكوام من الفخار التقليدي أكيد كنت شفتها في المعرض خارج القاعة. ألف ألف مبروك. اليوم يكتب اسمه من ذهب في سجل المتوجات والمتوجين بجائزة الصناعة التقليدية والحرف. إن إشرافنا واحتفالنا بتوزيع جوائز الصناعة التقليدية والحرف على الفائزين هو احتفالنا بمغزى وأهمية الإتقان والتضحية والتفاني في العمل. فعلاً لقد أمضى هؤلاء الحرفيون وهؤلاء الحرفيات سنوات في ورشاتهم لتزويد أنفسهم بالمعرفة والمهارات التي يستخدمونها اليوم للتعامل مع التحديات التي تواجههم. وهذه هي الرسالة التي نريد أن نغرسها بين صفوف الحرفيات والحرفيين اليوم، وذلك بالالتزام بالسعي وراء المهارة والإبداع. الآن كي فزت هنايا عرفت باللي نقد نقول أن المسؤولين شافوا بعين قيمة لهذا الفخر تاعنا، ونتمنى يزيدوا يعاونونا باش حنا نحافظوا عليه كتراث وكهوية وطنية لنا. لا سورس نتاعي سي كو جو مانسبير من le patrimoine algérien et le patrimoine africain à deux autres voilà. Et puis après Andy la touche très contemporaine, donc je touche j'ai la touche moderne le la touche tout ce qui est patrimoine algérien africain, donc je fusionne qui tu fais une redemption le cosmopolitain.